السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مره اخرى. الخوت اليوم غادي نناقش معكم جوج ديال المواضيع جد مهمه للغايه. الله يحفظكم، حاولوا تكملوا الفيديو كامل لانه مهم لكم كجاليه مغربيه. اول حاجه، هو احد يعني المتتبعات ديال القناه حكات لي بان القانون اللي كان تنفذ على ذاك الاسباني ديال التفرقه، رغم ان مرته ما دعاتوش، طبق على الاسره ديالها وعلى الزوج ديالها اللي غوت عليها بصوت عالي في الشارع هنا في اسبانيا، زائد انه يعني تزايد معها في الهضره، شير عليها بقرعه، فكان الحكم بالتفرقه. وغادي نحكي لكم بالتفاصيل، فالله يحفظكم ما تبخلوش باللايكات. كذلك الموضوع الثاني الخوت، اللي هو كما قلت لكم بان السترانخيريه هنا في اسبانيا بدات كتزير في موضوع الاوراق. أسرة أخرى متتبعة للقناة أكدوا لي بأنهم مشاو ليه وراقيها بطل المغرب، جلس واحد المدة من اللي رجع باش أنه يعني يجدد الأوراق ديالو، فكان الرفض وقالوا ليه ما غاديش نجدوا لك الأوراق، زائد أنهم دخلوا معاه في موضوع آخر، كيفاش مرتك بقات عايشة بوحدها هذه المدة هذه كاملة. وهذا الموضوع الخوت راه بزاف كيوقعوا فيه ديال المغاربة، بزاف بزاف. الله يحفظكم، حاولوا أنكم البارتاج واللايكات، وخليونا التعليق ديالكم أش بان لكم في هذا الشيء فعلا، بأن السترانخيرية هنا في إسبانيا بدات كتزير على الأوراق، بدات كتحيد بزاف ديال الناس الأوراق. شفنا الواقعة ديال ذاك الناس اللي مشاو عاشوا في فرنسا وبقاو كياخذوا في المساعدات، حيدوا لهم الأوراق، يعني بزاف بداو كيزيروا بزاف. شفنا شهادة السكن بداو كيزيروا فيها، هذا الشيء كامل أش بان لكم نتوما فيه. إذا نبداو الخوت على بركة الله بالموضوع الأول ديال الأسرة المغربية. الخوت حطيت لكم فيديو سابق، فكانت أحد المتتبعات دخلت عندي وحكات لي القصة ديالها، قالت لي راه نفس هذا القانون أولا نفس هذا الحكم اللي طبق على هذا الإسبار راه طبق عليا أنا والزوج ديالي، ودابا الزوج ديالي راه ما كيعيشش معايا. نقرا لكم الخوت الواقعة ديال هاد السيدة هذه. السلام عليكم، بصح أنا وقع عليا هاد الشيء يعني الموضوع ديال الحكم اللي قلت لكم. راجلي غوت عليا في الزنقة وضربني ببوطية دي أقوى قرعة ديال الما خاوية، وشافوه وبلغوا بوليسية، دابا عطاوه أونانيو ديال أليخيمينتو ومتشد في الحبس حيت أنا ما قلتش كيضربني إيتينيموس دوس نينيوس. فالخوت فاش بحثت يعني في الموضوع لقيت فعلا هذه القصه هذه، يعني السيده هي كما كتشوفوا التعليق ديالها حكات لي بالتفاصيل. قالت لك بان واحد النهار كانوا خارجين هي والراجل ديالها يعني عادي، فتناقشوا في الكلام، راجلها مغربي وهي مغربيه، فتناقشوا في الكلام، فغوت عليها بصوت عالي امام يعني في الشارع، فالناس وقفوا، الاسبان هنا كينتابوا خاصه ملي كتكون واحد المشاجره ولا واحد يعني كيغوت شي واحد راجل معمره، يعني كاملين كيوقفوا خاصه الاسبان على العيالات، فوقفوا وشافوه هو يعني منفعل معاها في الكلام، عنده واحد القرعه خاويه في يديها بحال اللي قال لها سيري في حالاتك، سيري عطيني اتساع ولا شي حاجه، شير عليها ديك القرعه خاويه. فالسيده هي مرته ما عيطت للبوليس لا والو، مشاو للدار حتى جاو البوليس كيدقوا عليهم في الدار. سلام، فين هو الزوج ديالك؟ بغينا يخرج، خرج عندهم، داوه اعتقلوه، دوزوه عند الخويس الرابيدو، يعني كتعرفوا هادشي ديال المحاكم ديال النساء وكذا كيدوز دغيا، دوزوه عند الخويس الرابيدو، فحكم عليه القاضي مدة سنة ما يقربش للدار ديالو، وما يقربش لولادو، عنده بجوج ديال الوليدات كما شفتوا في التعليق ديالها، ما يقربش للدار يعني 500 متر، زائد أنه ما عندوش الحق يعيط لولادو أولا لمرتو لا في التليفون لا في ابل فيديو يلحصلوه انا ذاك يعني الحبس، يعني ديريكتومو ولا مشى تحصل انه كيعاود اتصل بهم فديريكتومو ديك ساعتين كيطبق عليه الحبس. فهاد الموضوع الخوت هو اللي كان وقع في المحاكمه اللي كنت جبت لكم فيديو السابق، داك الاسباني اللي كان ضرب مرته يعني في واحد الفيديو، وهي ما دعاتوش ومشات وقفت معاه في المحكمه وقالت لهم بغيت راجلي، هذا مشكل بيناتنا، انا كنبغي راجلي، رغم ذلك المحكمه منعاتو باش ما يقربش لولادو لمده 3 سنين. هاد الحاله هاد الاسره المغربيه منعوا الراجل مده سنه ما يقربش، عيطوا للزوجه ديالو باش تهادل، كتعرفوا البوليس كيبداو يبحثوا واش فعلا كيضربك واش هادي، عيطوا للزوجه ديالو، مشات عند البوليس عند القاضي يعني كيسولوها، قالت لهم ما كيضربنيش انا ما عنديش مشكل غير داك النهار كنقلق الى اخره، يعني هي شخصيا ما تابعاتوش، يعني قالت لهم راجلي عادي داك النهار كنقلق غوت عليا. فالقاضي تشبت بان ما غاديش يكون الحبس ولكن غادي يكون التفريقه ديال انه ما يقربش ليها مازال وما يقربش لولادو مازال. فلذلك الخوت حذاري ثم حذاري، كنشوفوا ان اسر مغربيه كتشتت هنا في اسبانيا بسبب يعني شوف دابا هذا امر بسيط،
كانوا يمكن مقلقين غوت فعلا يكون الله اعلم ما كيضربهاش فعلا، لكن طاح في ذاك الفخ ديال انه تعصب في الزنقه وغوت عليها، فكان يعني التبليغ عليه من طرف يعني السكان هنا في اسبانيا. فحذاري راه فاش حط حطيت الفيديو السابق لقيت بزاف ديال الكومونتير، راه حقيقه بزاف، راه لقيت يعني بزاف ديال النساء المغربيات خواتاتنا يعني حاقدين على الاسر ديالهم، كيقول لك فعلا راه حنا غير كنحشموا نبلغوا، راه كيعنفونا، راه كي هذا. شوفوا مثلا التعليقات، شنو التعليق ديالكم؟ تنتمنى هذا الحكم يتطبق على بزاف الازواج، منهم الزوج ديالي ما غيعيط ليه ما خاف الله فينا، من هو الزوج ديالي من نود فينا الرعب. قالت لك منوض فينا الرعب، يعني كتكتب بالدارجه بالحروف يعني اللاتينيه، يعني في حالة السيدة هذه كتمنى، كتقول لك كنتمنى انا يطبق هذا القانون، كنتمنى شي نهار الجار عيط على الزوج ديالي، يعني انا ما قداش ندعي ولكن كنتمنى الجيران الاسبان يسمعوني شي نهار ويجيو. هذا خذ التعليق ديال المشاهدين، راه ممكن السيدة مسكينة يعني راه كنحيد الاسماء ولكن كنخلي التعليق باش نستافدوا. كذلك شوفوا واحد السيدة واحدة اخرى هي اش قالت، قالت لك راه ماشي كذوب، شحال من راجل عامل باطمان في الدار على مراته وولادو، واخا ما يضربهمش كيهرس الدار بيبان والمعن. مسكينه ساكته يعني على المراه. الصراحه الرجال في اسبانيا لا مايوريه ما كيحترموش ربات العائله. نتمنوا الخوت الميساج يوصل. كنشوفوا يعني في الفيديو السابق اللي حطيت بزاف ديال الجاليه يعني هنا في اسبانيا بحال اللي باغيين انهم امتى يطبق هذا القانون، لو يعني الجيران يعيطوا وهذا الحكم يتطبق على عده عائلات ديال الفصل اللي ما يشوفش مرته وما يشوفش ولادو. وهذا ميساج حتى للرجال اللي فعلا ديال الجاليه المغربيه اللي كاينين في اسبانيا. حذاري الخوت، الله يجزيكم بخير، راه هادشي ما في ديننا ديال تعنيف النساء، ما صافي ما تفاهمتيش مع شي واحد كتحاول يعني بلاتي هي احسن الفراق بطريقه زوينه وتجي تشوف وليداتك وكذا، ما وصلتي قال لك ابغضوا الحلال عند الله الطلاق، فاتكم بطريقه مزيانه. حتى هنا في اسبانيا كلشي كيتكلم، نتوما المغاربه، نتوما كتعنفوا المراه، نتوما في الدين ديالكم، وبالعكس الدين ديالنا راه سوره اسمها مريم، والنساء يعني موصى عليهم في القران، الراجل ما موصيش عليه كاع. الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، يعني شوف المراه ثلاثه الدرجات، يعني بالعكس راه حنا القيمه اللي عاطين الدين ديالنا للمراه ما عطاها حتى شي ديانه ولا حتى شي دوله في العالم، ولكن كاين بعض الناس كيخطئوا وكتنسب هذا الشيء لينا حنا كاملين. فالله يحفظكم حذاري، زعما بغيت نوضح هذا الموضوع هذا. اما الخوت في الموضوع الثاني ديال العائله اللي مشاو ليها الوراق، سيد تاهو مسكين اتصل بيا قال لي يا خويا مصطفى راني هبطت للمغرب، توفى الاب ديالو الله يرحمه، هبط للمغرب، فكتعرف يعني بقاو في ذاك الاجراءات ديال الارث وديال التصفيه. هذا جلس تقريبا 11 شهر تما كاين، هو عنده الاقامه ديال سنتين، 11 شهر ما في خباروش مسكين. لكن القاعده العامه لا يعذر احد بجهله للقانون، فبقى 11 شهر تما كاين في المغرب ديال التصفيه ديال الارث ديال هذا، يعني 11 شهر. ملي رجع في شهر واحد مشى يدفع، كان عنده التبدال ديال الوراق، يعني بحال اللي ردوه غير التبدال ديال الوراق. انا سولت قلت له واش ردوك غير الوراق؟ ملي رجع لهنا لاسبانيا مشى يبدل في سترانخيري الوراق، فجاوبوه بالرفض، كان الرفض. علاش هو كيتفاجئ؟ علاش قالوا ليه؟ لحيتاش انت خرقتي القانون اللي كيقول ما عندكش يعني لا عندك الاقامه ما عندكش حق تفوت 10 ديال الشهور خارج التراب الاسباني، فانت راك جلستي 11 شهر. فقال لهم لا راه شنو المحامي ديالو دابا قال ليه جيب لي داك الاجراءات اللي كنتي كدير في المغرب ترجمها، وبان الاب ديالك توفى وكذا، ونعاودو نديرو الريكورس وندفعو استرانخيريه ونشوفو واش انهم زعما غادي يتفاهموا. لكن الخطير راه ماشي بقات غير في الوراق، دازو معاه الموضوع الثاني. عرفت شنو هو الموضوع الثاني؟ لان السيد مجوج والزوجه ديالو بقات هنايا في الدار كاريه تقريبا 4 شهور ما مخلصاش له الكره. ف استرانخيريا سولوه قالوا ليه الزوجه دي، قال لي مرام مرتي حتى هي راه قريبه تبدل وكذا وكذا، قالوا له كيفاش مرتك راه غادي تبدل؟ واه ولكن حيت مرتك راه كانت هنا. اول حاجه سولوه قالوا ليه كيفاش خليتي مرتك 11 شهر وهي ما خداماش هنا في اسبانيا وانت جالس في المغرب تما كاين؟ يعني الله يستر ممكن انهم يفتحوا ليه دوسي واحد اخر ديال الاهمال ديال التخلي على الزوجه، انه خلاه هنايا في اسبانيا بالكرا وهي ما خداماش ومشى هو. اول حاجه فقد وراقه، وثاني حاجه ممكن انه يفقد حتى الزوجه ديالو، ممكن انه ما يطلقوا القانون. راه في عده حالات راه ماشي المراه هي اللي كتطلق ولا الراجل هو اللي كيطلق، راه كتدخل القانون، كتدخل الدوله، خصنا في اوروبا معروف هادشي. فالان دابا كيسولوه هو يعني ركب فيه واحد الرعب
قال لي ندي لي من المرأة توضح ليهم وكذا. قلت لي راه القضية مش قضية المرأة، راه المرأة واخا تمشي وتقول لي ما شنو شنو شنو، راه هما كيطبقوا القانون، راه كيطبقوا القانون. هاد النماذج كاملين اللي عطينا راه الزوجة في صالح الزوج ديالها، راه ماشي ضده ماشي دعاتو، ولكن القانون بقوة القانون كيطبق. فحذاري الله يجزيكم بخير. هو دابا مسكين راه دار المحامي وغادي يجيبوا رقم من المغرب بان الوالد ديالو توفى، وبان داك الوقت اللي جلس راه جلسوا هنا على الاجراءات ديال الارث، وغادي يطلب الحظ ديالو. ولكن قلت ليه الله يستر يقدروا يفتحوا لك الدوسي الاخر اللي هو ديال الزوجه ديالك اللي خليتها 11 شهر، واش عندك شي فلوس كنتي كتشفطها ليها ولا كيفاش؟ قال لي لا راه كانت عندها الفلوس هي هنا. قال لي واش ممكن يعرفوا راه ما مخلصاش 4 ديال الشهور؟ قلت ليه اخويا الدولة راه كلشي ممكن تعرفوا، الا بحثوا وعمقوا معك البحث راه ممكن يقدروا يوصلوا ليه. ممكن بان يوصلوا بان السيده مسكينه راه بقات هنا 4 شهور ما خلصاش الكرا، بان الدويني ديال الدار كيقول لها خرجي عليا. الا وصلوا لهذا الشيء راه الدوسي كيكبر مره اخرى. اذا نتمنوا ما تطيحوش هذا النماذج اللي كنجيبو نعطيهم لكم في القناه، راه ماشي شي حاجه، راه كعبره باش ما نطيحوش في هذا الشيء. راه الوراق اللي عنده الاقامه راه ما خصكش تغيب على الوراق اكثر من 10 شهور خارج التراب الاسباني الا بغيتي وريقاتك يبقاو. راه الا عندك شي خلاف مع مرتك صفيه التي هي احسن، ماشي في الشارع وبالغوات وبهذا. شوفوا الان، شوفوا حنا كنشوفوا دابا راه والقانون راه كيطبق على كل شيء. راه ماشي تقول المغاربه حنا مستهدفين، وحنا انا ديك العقليه ما عنديش معاها. علاش؟ لان اخر فيديو جبت لكم راه عائله اسبانيا اللي منعوا الزوج يقرب لولادو ولمرتو 3 سنين. يعني القانون كيطبق على كل شيء. قاد انك تاكسبت القانون ديال هاد البلاد راه كيقول لك مرحبا، ما قادش كيقول لك اخويا ارجع لبلادك صافي ونبينا عليه السلام. دا الاخوان تحياتي لكم، نتمنى نكونوا وضحنا لكم. خليونا الاراء ديالكم، ما تبخلوش علينا باللايكات والبارتاج. الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. مع السلامه.